الكويت السابعه عالميا بداء السكر في اخر احصائيه، حيث سجلت نسبه الاصابه فيها 23.1%، فيما تبلغ تكلفه علاج مريض السكري اكثر من 2000 دولار. اخر الدراسات اثبتت ان احنا اذا تحكمنا في معدل السكر التجسسي بالرينج الطبيعي بالمعدل الطبيعي يقل المريض من المضاعفات اللي تصير في المستقبل. طبعا بناء مع العلاج يحتاج المريض ممارسة الرياضة بشكل مستمر، المحافظة على النظام الغذائي، هذه الأشياء أيضا تساهم بشكل كبير في المحافظة على مستوى السكر وبالتالي الوقاية من مضاعفات السكر في المستقبل. احتفالية يوم السكر العالمي في مركز مناح العصيمي التابع لمحافظة الفروانية كشفت عن أهمية الالتفات لوأد المرض من خلال التوعية بعدما استفحل بسبب عادات غذائية وحياتية خاطئة. الاحتفال بيوم السكر سنوي في 15 نوفمبر، وهو بس احتفالية كبدء لأنشطة التوعية الصحية لمرضى السكر. منظمة الصحة العالمية في هذا العام بالذات من كثر اهتمام بداء السكر كان شعارها هو Eyes on the diabetic، يعني راقب سكرك. هذا يدل على أهمية السكر بالنسبة حق المرضى، وأهمية أنه يكون في وعي كامل للمرضى عن والجمهور عن أهمية أنهم يعني يتم علاجه بطريقة صحيحة. وضع تصورات مستقبلية للربط الإلكتروني بين الرعاية الصحية الأولية ومستشفى الفروانية من خلال السجلات الطبية والملف الطبي لمرضى السكر، خطوات كشف عنها مسؤولو منطقة الفروانية الصحية أملا بتقديم خدمات أفضل للمراجعين.